بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم الأستاذ زكي الشعلة في دورة معلم المستقبل المدرب الإلكتروني. الآن نأخذ في هذا الفيديو عمل نموذج، أيضا نأخذ في هذا الفيديو عمل نموذج. نعمل هنا Disable Participant، عمل نموذج. كيف نسوي عمل نموذج؟ عمل اختبارات، استبانة، كذلك أيضا أرسل إلى الطلاب اختبار يختبروه، أيضا يخلي أيضا الاختبار يكون موجود ويصحح لهم الاختبار كم ياخذوا في الاختبار. خلينا ناخذ الحين إلى المزيد نماذج. نماذج، إذا أروح إلى النماذج. شوف الآن هذا تطلع لنا صفحة عمل نموذج معين. خلينا نتعرف على بعض الأيقونات. افتحوا على النموذج الآن علشان تتعرفوا على بعض الأيقونات. هنا عندي في اليسار، شوف الآن هذا طبعا لأن خليته بالعربي، تقدروا انتم اللي بالإنجليزي بتطلع القائمة في اليمين. هنا في اليسار نلاحظ عندي أيضا الحساب الشخصي، هذا الحساب الشخصي. أيضا موجود النقاط الثلاث، لاحظوا هذه النقاط الثلاث هنا فيها تراجع، فيها بعض الخدمات اللي أنا أستفيد منها، الحصول على الرابط، طباعة النموذج وهكذا. أيضا هنا كلمة إرسال، إرسال يعني أبغى أرسل النموذج على أي طريقة، بعدين فيما بعد إن شاء الله بنستخدمه. هنا عندي الترس، هذا الترس يعني ماذا تريد، ما نوعه، هذا ما نوعه، فأنا أروح أشوف أقول له أبغى هذا نوعه الاختبار أو عرض تقديمي أو عام. إذا أنا متى أبغى أسوي اختبار أروح أسوي على أنه اختبار، جعل هذا اختبار من كم الدرجة وكم كذا، موجود هنا المعلومات علشان تستفيدوا منه. أبغى عرض تقديمي أيضا موجود، أقدر أيضا عام. هنا جميع عناوين البريد، التقيد، ابغى مثلا ابغى اجمع عناوين البريد الالكتروني، ممكن اطلب منه قبل لا يعبي الاستبانه انه يكتب لي البريد الالكتروني. هنا طبعا العين وهو المعاينه، قبل لا انا اتاكد من انه هذا صحيح ولا بنستخدمه بعد شوي. وهنا طبعا الالوان، كيف انا ابغى اخلي النموذج يصير جميل، كيف ممكن. شوف الآن الإطار هنا بنفسجي أو تركوازي، أقدر أخليه برتقالي، أقدر أخليه أزرق، أقدر أخليه، هو طبعا يعطيني الخلفية. شوف الخلفية يغيرها إلى حسب الإطار، مثلا خليت هذا الشكل أيضا لون رصاصي، لون أخضر إلى آخره. زين، وبعدها طبعا أقدر أحمل صورة علشان هيدر يصير هنا، هيدر يعني مثلا ابغى احط شعار المركز، ابغى احط الان اشاره الى النموذج على ان النموذج تعليمي، النموذج يختص بالقراءه والكتابه. طبعا في جوجل درايف اعطوني صور موجوده من عند اختياريه، هذه الصور انا اقدر ايضا اختار صوره من الصور تعبر عن النموذج من خلال صور جوجل. أقدر أروح أجيب رسوم توضيحية، أيضا هذه رسوم توضيحية أقدر أحط صورة معينة. أيضا عيد ميلاد، هذا حقة الأعياد الميلاد، حفل، حفل طعام وعشاء، صور طبعا مخصصة لها جوجل، مناسبة جدا إلى أي استبيان أنتم تريدون. طيب أنا ما أبغى من جوجل، أبغى أحمل صورة خاصة فيني، ممكن أسوي تصفح أو أسوي أنقل ملف من عندي. مثلا أنا مثلا بروح أجيب هيدر أو من أي مكان هيدر، بحيث الآن لأن مو ذاكر في وين الملف، بس لابد أولا نشوف الهيدر، وبعدين إذا حطينا الهيدر بيصير عندنا ايضا الصوره بتكون بدلا ما نختارها من جوجل اخترناها من عندنا من انفسنا.
يلا إذا هنا نلغي، تقدر تحطوا الصورة اللي أنتم تبغوها. نروح نقول اختيار صورة، نبغى نسوي مثلا عن القراءة والكتابة أو عن مختبر العلوم. هنا مثلا مختبر العلوم أقول له إدراج. إذا قلت لي إدراج هو أعطاني صورة الهيدر تشير عن العلوم والمختبرات. أكتب هنا استبانة اختبار علوم للصف الخامس ابتدائي. وش وصف النموذج؟ هذا الآن كتبت الوصف النموذج. نرجو مثلا حل التدريبات، أقول حل الأسئلة التالية وركز على إجابتها. مثلا كتبت هذا الشيء. إذا سوى كتبت الوصف، وممكن أقدر أكتب إليه وإرسال التأكيد على مجموعة الواتساب أو على الإيميل، على مجموعة الواتساب الطلابية، الواتساب الطلابية، وأحط رابط الواتساب هنا علشان إذا حل يقدر هو يدخل على الواتساب. إذا أنا كتبت هذا الوصف، أروح الآن أكتب الأسئلة. أولا قبل أكتب الأسئلة أكتب الاسم، اسم الطالب. إذا كتبت اسم الطالب، الآن اسم الطالب هنا مو الجوجل نفسه يعطيني خيار يقول لي ترى اسم الطالب يعني معناه إجابة قصيرة نصية إنه بيكتب الاسم، لأن إذا رحت للقائمة المنسدلة هنا بيطلع لي إجابات قصيرة، فقرة، خيارات، قائمة، تحميل، شبكة، تاريخ إلى آخره. طبعا إحنا نحتاج إجابة قصيرة. هل اسم الطالب مهم؟ إذا مهم أروح أأشر على وين؟ على مطلوب، كلمة مطلوب، إن هذا السؤال مطلوب لابد إنه يحله. فإذا أروح أضغط عليه أفعل كلمة مطلوب على إن هذا السؤال مهم جدا. أيضا موجود هنا الوصف إلى مطلوب، وأقدر أحذف هذه وأقدر أسوي نسخ إليها. الآن أنا عملت أولا الخانة الأولى، أبغى أسوي نفسها بالضبط. هنا خلينا ألغيها، أسوي أنا نفسها هذه، أروح أسوي لي نسخ. هنا تكرار، تكرر إلي. أكتب هنا مثلا الصف الدراسي مثلا، إذا كتبت الصف الدراسي هو بيكتب صفه الدراسي، أيضا مطلوب. وأقدر أيضا من هنا من اليسار، شوف الآن القائمة اللي على اليسار هذه بتصطحبكم على طول معاكم من القائمة على اليسار. عملية الزائد يعني معناه أكرر أيضا واحدة ثانية، أجيب واحدة ثانية. أيضا هنا الثاني أروح أحمل أسترد أسئلة من برا. الآن التكست، ليش التكست؟ هذا علشان أكتب بس نص، مثلا أكتب أرقام الحسابات، مثلا أكتب توجيهات. هنا أيضا أقدر أضيف صورة، مثلا أبغى أسوي في الاختبار ولكن أضيف صورة في الاختبار علشان أقول له إن الصورة يشوف ويش موجودة في الصورة. مثلا الصورة، أي صورة تكون موجودة أقدر أحط صورة معينة أنا أختارها من الملف. وأقدر أحط فيديو، أجيب رابط فيديو من اليوتيوب، رابط وأخذني أحطه هنا وأقول له تحديد هذا الرابط، على طول بينقل لي الفيديو إلى في النماذج. وهنا أقدر أسوي تقسيم. كيف التقسيم؟ أروح أسوي تقسيم بحيث أن الصفحة الأولى خلصت الأسئلة، يعني هذا السؤال الأول نكتب السؤال الأول، اللي يدرس علوم ساعدونا علشان نكتب الأسئلة. مثلا ما معنى، ما هي مجموعة الحليب؟ مثلا هذه ما هي مجموعة الحليب. هل أنا أقدر أسوي اختيارات؟ ممكن أقدر أسوي الاختيارات، أقول مثلا اللبن والحليب والزبدة، الاختيار الثاني اللحم والخضار، الاختيار الثالث الفواكه والتمر مثلا.
جميل. الآن سؤال أيضا، نروح نسوي سؤال ثاني اللي رسلت الأستاذة أحلام، قالت عندنا سؤال جميل. ما هو السؤال؟ ما هي أجزاء، ما هي أجزاء الزهرة؟ إذن وأروح أقول له طبعا، هل تبغاها إجابة فقرة أو اختيارات؟ طبعا هو جوجل يعطيك من خلال السؤال يقول أبغاها فقرة، يجاوب يجاوب. نعم تقدر تنزلي أكثر من صورة، أكثر من صورة، وإنما خدي حذرش أيضا، كل ما حملتي صور كثيرة وحملتي أيضا فيديوهات كثيرة يصير الملف ثقيل على اللي بيفتحه، فلهذا كل ما قللت صور كان أفضل. كتبنا ما هي أجزاء الزهرة. الآن أنا أبغى أسوي نص، مثلا اللي بيختبر يدفع فلوس مثلا، أو إنه هذا نص توجيهي لهم. نرجو من الطلاب بعد حل الأسئلة إخباري بما يلي. زين، أروح أكتب هنا وصف بدون اختيارات. أولا، كم أخذ، كم نتيجة الطالب؟ بعدين السؤال الثاني، متى تم الاختبار؟ السؤال الثالث، وهكذا. لو أنا حتى بأرقام الحسابات، علشان انتم ممكن شاهدتوا شفتوا الان يوم دخلتوا على النموذج تعبئه الاستماره، شفتوا رحنا للتكسب كتبنا ارقام الحسابات الموجوده، وايضا هذه ما يستخدمها الطالب. الان انا ابغى اسوي تقسيم، هذه الصفحه خلصت، ابغى اسوي تقسيم صفحه ثانيه. اروح الى، شفت الان القائمه المنسدله هنا، الان شفتوا هنا القائمه المنسدله، اروح الى الدائرتين هذه الان التقسيم، اروح علشان الطالب يخلص من الصفحة الأولى يروح إلى الصفحة الثانية، أضغط على الصفحة تطلع لي هنا القسم الثاني، يعني قسم 2 من 2، وأكتب هنا مثلا الاختبار، وأقدر أسوي قسم ثالث أيضا القسم الثالث، يعني صفحة يخلصها يروح للصفحة الثانية، يروح للصفحة الثالثة. وأقدر ألغي طبعا، أضغط من هذا السهم وأروح أقول الانتقال إلى القسم الأول، أو هنا الانتقال بس فقط، وأقدر هنا ألغي حذف القسم، وأروح إلى النقاط الثلاث وأقول له حذف القسم، وأقدر أقول له أدمجها مع الصفحة الأولى، إذا حذفت الأقسام. زين، رتبنا الأمور. أبغى أتأكد الحين إن إجابات، إن كل شيء الأمور مرتبة. أروح أيضا، أروح إلى معاينة، شفت اللي على اليسار، على اليسار هنا معاينة، على اليسار إلى معاينة، أضغط على معاينة. إذا ضغط على معاينة على أنه بيطلع لي كما يطلع إلى الطلبة، إلى الطلبة. هنا مكتوب أول شيء مطلوب اسم الطالب، مثلا علي أحمد، الصف الدراسي 5 ب. ما هي مجموعة الحليب؟ جاوبنا ألف. ما هي أجزاء الزهرة؟ لا أعرف، مثلا أو الوردة، أو مثلا لا أعرف مثلا، وأكتب هنا إرسال الإجابة، إرسال الاختبار. يقول لي لقد تم تسجيل ردك. أنا هنا بدل ما أقول له إنه يطلع لي لقد تم تسجيل ردك، أروح أقول له لا، أبغى أنا كلمة ثانية، أقول له شكرا، لقد تم استبيان، لقد تعبئة الاستبيان، ترقبوا منا الاتصال. أروح كيف؟ أروح إلى، إذا خلصنا هذه المعاينة، أسكر هالمعاينة الحين. هنا بيطلع لي أيضا في المعاينة، إذا أنا سكرت المعاينة هنا، إذا ضغطت على معاينة واكتشفت إن في غلط معين، يطلع لي هنا قلم على اليسار تحت، شوفوا على اليسار تحت، على اليسار تحت قلم علشان تعديل بعض المعلومات.
زين ضغط على المعاينة، أروح الحين ألغي هذه المعاينة، أبغى أشوف الرد، يكون الرد مختلف. هنا الردود الآن اللي كتبوا الردود بعد شوية علشان احنا بناخذها، نروح إلى الإعدادات. هنا العرض، هل هو اختبار أو عرض عام؟ وبعدين هل تريد جميع الردود التقيد برد واحد؟ وهكذا. هذا بالنسبة إلى الإعدادات العامة. هنا يروح إلى كلمة إرسال، هنا إرسال، وأقدر إذا أنا برسل علشان أجيب الرابط. أنا قبل لا أرسله خلينا أروح إلى الردود، أبغى اختيار، هنا تنزيل، هنا طباعة. المفترض أنه خلاص تتعرفوا على ويش، على هنا خلينا نروح للأسئلة، إلى الأسئلة، وبعدها إذا رحنا إلى الأسئلة علشان الرد. الآن إذا كان من رد الاختبارات، حفظ، التقيد، عام، عرض تقديمي، أيضا الاختبارات عام، بإمكاني أيضا أروح إلى المعاينة، خلصناها، نروح إلى إنشاء صفحة، نقل، الحصول، إضافة عناوين، محرر النص، الإضافات إلى آخره. زين نروح إلى نفسها ونكتب هنا مثلا، هنا هذا طبعا جدول، إلى جدول النموذج، هنا الجدول، هذا الجدول، إنشاء جدول بيانات بحيث أنه ينزلني على اللي أنا عبّه البيانات، أضغط عليه بيطلع لي بيانات الطلبة اللي ملوا ايش؟ الاختبار او حلوه او الاستبانه او التسجيل. واقدر اسويها ايضا من اليمين لليسار، ومعلوم ايضا في اي وقت اختبر، الاسم ايضا موجود. اذا انا هنا اروح اقول له ابغى من اليمين الى اليسار بحكم انه عربي، الى التنسيق، اروح الى الاتجاه، ورقه من اليمين لليسار، إذا طلع لي علي أحمد خامس ابتدائي، وهكذا، ما هي مجموعة الحليب إلى آخره. زين إذا ألغي هذا النموذج، النموذج انتهينا منه. زين إذا نروح إلى الأسئلة. طيب هذا النموذج، ما اسم النموذج؟ أقدر هنا أكتب اسم النموذج اللي هنا اللي أنا أبغاه، إما هنا النموذج، أو هو طبعاً بيسميه حسب أنا اللي أنا سميته اختبار علوم الصف الخامس الابتدائي. زين الآن مثلاً هذه بعض المعلومات، أريد هنا الردود، يعني أيضاً لو أنا مثلاً بكتب أيضاً رد ثاني، بتلاحظوا أنه يعطيني إحصائية جديدة. لو أنا أبغى رد ثاني مثلاً أسوي إليه، أيضاً أكتب اسم ثاني، الآن الاسم مثلا فاضل عباس الصف خامس ألف، ما هي مجموعة الحليب؟ هو خطأ، كتب اللحم والخضار. الإجابة الغصن، مثلا كتب من عنده، مثلا إرسال، كتبنا إرسال. نلاحظ أن هنا طبعا هنا انا اقدر لقد تم تسجيل ردك، اكتب شكرا لك، وهكذا. الان نعلمكم اياها كيف الطريقه، ان شكرا لك على هذا الرد، شكرا لك على هذا الرد. وممكن ايضا نستفيد من الان التواصل مع الاخرين من خلال تعبئه النموذج. خلينا ناخذ الحين الى نشوف الان النموذج الردود. في الردود يعطيني احصائيه، شوف كامل، يقول لنا 50% حلوا، 50% جاوبوا كده، وبعضهم كتب لا أعرف، وهكذا. إحصائية، إحصائية، نروح نعمل هذه إحصائية يعطيني إلى الردود. زين إذا خلصنا من معاينة وعملنا المعاينة، نروح الآن نبغى الرابط، نرسل الرابط إلى مين؟ إلى الطلبة. نبغى نرسل الرابط إلى الطلبة.
نرسل الرابط إلى الطلبة. مثال كيف إرسال الرابط؟ أروح إلى كلمة إرسال وأكتب هنا، طبعا هذا الموضوع اللي موجود اختبار العلوم، هنا الرسالة دعوة لملء نموذج، النموذج اللي بالنسبة إلى الطالب. أقدر أرسله عن طريق الإيميل، وأقدر أرسله عن طريق الرابط وهو المشهور. لاحظوا هنا الرابط طلع رابط طويل، هذا هنا الرابط طويل، وعادة الرابط طويل شوية يكون يعني ثقيل على الإنسان. ممكن أنا أسوي لي رابط خفيف، أضغط على ماذا؟ أضغط على المربع بيطلع لي رابط صغير، أسوي لي نسخ من الرابط الصغير. إذن أروح أنسخ هذا الرابط الصغير وأروح أرسله إلى الواتساب إذا أنا فاتحنه، أو أرسله إلى الإيميل إذا أنا فتحت الواتساب على اللابتوب، أرسله إلى مجموعة الطلاب، إلى الجروب، إلى أي مكان. وأقدر أرسله أيضا إلى الإيميل إلى طلابي، أو إلى إيميلي أنا الشخصي إذا أنا ما عندي واتساب، أرسله إلى إيميلي، وبعدها طبعا يعني الطلاب بيدخلوا على هذه الصفحة. خلينا الآن نجرب الحين، إذا عندكم الواتساب موجود، إذا عندكم الواتساب تقدروا تشتغلوا عليه. الآن أنا برسل الرابط، ودخلوا على هذا الواتساب، برسل الرابط ودخلوا على الواتساب واضغطوا عليه، بتلاحظوا انه موجود، بصير عندنا هذه الان النموذج علشان تقدروا تعبوه، وهكذا بالنسبه الى النموذج. واقدر طبعا هنا بعض التفاصيل ان تقدروا تصيروا محترفات فيه. الله يعطيكم العافيه والصحه والسلامة، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه عمل نماذج واختبارات مفيدة جدا للمعلمين والمعلمات. الله يعطيكم العافية. تحيات الأستاذ زكي الشعلة، بارك الله فيكم.